فاش سولت كاع مي سعيد دابا عاد قلت لك كيفاش طرت لي هذه الشجره هذه، وقلت لي واحد انا درتها هكاك باش اي واحد شافها غادي يطرح داك السؤال، وهذاك السؤال اللي هو مهم للناشئه يعني الدراري الصغيرين يعني ديال المدارس اللي تيجيو هنا يعني الكلام ديال المدارس كيجيو من المدرسه كيسولوا كيجيو على حسب داك الشيء، كاين واحد الاسبوع كيخرجوا فيه هكا على حسب يتعلموا كيفاش كتغرس الشجره، وحنا كنساهموا معاهم بحال هاد الحوايج هادو بالمجان، يعني كيجيو عندنا ما نحسبوا عليهم والو، نشوف عكس ديال بلايص اخرين في الداخليه كتخلص 40 دورو للتلميذ او شي حاجه هكا، حنا كنطوعوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. هاد الشجره خويا زهير رمز، ملي كيطرحوا ديك الوليدات الاسئله يعني بحال كي نفس السؤال اللي طرحتي انت، نفس السؤال اللي طرحتي كيطرحوه تلاميذ ولا بنادم من الطرف حتى الكليه اللي كيجيو عندنا كيطرحوا هذا السؤال هذا، عندما كتشوفوا كتجاوبهم كتقول لهم ودي شوف حنايا دابا كلنا كنلوحوا الاوساخ في المكان اللي غير مسموح به، نلوحوا القراعي من السياره، نلوحوا القراعي يعني جالسين ونلوحوهم في الاخر بحال دوك القراعي، الا بقينا كنلوحوهم هذا هو الجواب ديال هذاك السؤال، الا بقينا كنلوحو هذوك القراعي هنا راه غادي تولي لنا الاشجار كلهم غادي يولي لنا هكا، كيف كنشوفوا دابا كنمشيو للغابه اللي ما عندها حتى شي ذنب كتمشي ليها باش تفرغ واحد الطاقه ديال الهم في ديك الغابه وتفرغ فيها الطاقه ديال الزبل حاشاكم ولا النفايات، لا ساليت في الغابه الاخر مشيت خيمت اول مره وكذا نجمع داك الشيء ونجيبو معايا حتى المكان فين يطلع ما فيها مشكل باش ولادك او لا السيمانه الاخرى رجعتي تما ما تلقاش يعني لمش واحد اللون الراس ديالو في قرعه او بزاف ديال الحيوانات اللي كيرقوا المشكل في هذاك اليوم. هذا هو الشيء راه غني على التعريف على الحوايج، كنشوفوا البيئه ديالنا فين غاديه راه غاديه الهاويه، الا ما نصحناش الوليدات ديالنا او نصحنا الناس او نصحنا المحيط اللي كنعيشوا فيه والانسان يبنوا بيئته، يعني نحاولوا ما امكن نشوفوا الناشئه يعني على حسب الاستطاعه، نشوفوا الوليدات اللي خارجين جديد مازال ما حقدوش على البيئه مازال ما افترسوهاش كيفاش يتعلموا ما يلوحوش، اما ما الانسان يبنوا بيئته، كاينين الناس اللي هما كبارين ما بقى ما تعلم فيه ولا تنصح فيه دابا على البيئه راه كلشي عارفها كيفاش التقلبات المناخيه اللي ولينا كنعيشوها في السنوات الاخيره، هادشي كلشي مسؤوليه ديال الجميع ماشي ديال الدوله، ماشي ديال جارديني ولا ديال بيبينياريس ولا هذه مسؤوليه ديال الدوله كامل وديال الشعب كامل، باش في المستقبل يكون ان شاء الله الاحفاد ديالنا ووليداتنا يكون عندهم واحد المستقبل اللي هو نقي، اما راه حنا غاديين في الهاويه الله ديما كنقولها راه حنا غاديين في الهاويه بالنسبه للبيئه راه ما نعرفوش كيفاش نتعاملوا معها، البيئه راه هي كتعطينا الجميع حنايا كنعطيوها الحجر او اللي كنعطيوها الوسخ، والمهم نتمنى من هذا المنبر هذا الناس ياخذوا هذا اخوكم المتواضع يعني نعلموا الوليدات ديالنا والمسؤوليه ديال الناس ديال التعليم حتى هما يحرصوا على هاد الحوايج باش ما يكونش ما ندخلش انا للمدرسه ولقاها مسخه وننتظر من دوك اللي غيخرجوا منها يكونوا نقيين على برا في الشارع هادي راه ما يمكنش، اولا لقيت الشجره لقيت التلميذ كيهرس الشجره في داخل المؤسسه التعليميه كيفاش غننتظر منه على برا غننتظر منه غادي يهرس حتى بنادم، ايوا هذا ما كنتمنى الله سبحانه وتعالى يغير تحياتي لك الصحه تحياتي لك بارك الله فيك شكرا على الزياره الاحمر.